السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواننا حالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجبل والنحل، القناة التعليمية. في فيديو سابق تحدثنا عن ملكات الطوارئ وملكات الإحلال وبينا ملكات التطريد. في هذا الفيديو سنتحدث عن ملكات التطريد، ما لها وما عليها، وهل هي جيدة أو سيئة. فيديو مقتضب للأستاذ الفاضل الأستاذ الرشدي الدريقي من فلسطين، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم إخواني الكرام وأسعد الله صباحكم بكل خير. استكمالا لما بدأنا به الحديث حول عملية التطريد، نستكمل الآن حول ملكات التطريد وما لها وما عليها. نعود ونقول أن ملكات التطريد عندما تصل درجات، عندما يصل الكثافة النحلية إلى حد عالي وتكون مكتظة ولا يوجد أمام الملكة أي فراغات أو أي عيون سداسية لتضع البيض، بتكون كل العيون السداسية اللي عندنا إما امتلأت بالبيض أو بالورقات أو فيها حبوب لقاح أو فيها رحيق، فلا تجد الملكة مكان للبيض. هنا تبدأ العملية بالتفكير في التطريد. إذن الظروف الموجودة في داخل الخلية هي مناسبة لتربية ملكات، من حيث عدد أو كثافة النحل الموجود في داخل هذه الخلية، وبالتالي الكثافة النحلية تسمح بحصول ملكات التطريد على نسبة وافرة جدا من الغذاء الملكي. كما أنه ملكات التطريد تنشأ من يعني أو تبدأ تتغذى على الغذاء الملكي من الساعات الأولى من عملية الفقس. إذن هذه الإيجابية الثانية في ملكات التطريد. كذلك يعني الكثافة النحلية توفر للملكات التطريد، توفر لها الغذاء الجيد الخاص بالملكات من اليوم الأول حتى عملية الغلق، فمن حيث الكمية والنوعية بتكون جيدة، وكذلك توفير درجة الحرارة المناسبة ودرجة الرطوبة المناسبة لهذه الملكات. فمن يعني وهذه يعني درجة الحرارة والرطوبة لها تأثير على مستقبل الملكة وتحسين أو تقييم أو إنتاج أو إنتاجية هذه الملكات مستقبلا. فالحرارة والرطوبة مناسبة، والنحل بما أنه في كثافة نحلية عالية وفي عندنا مرعى، إذن وفي أجواء خارجية جيدة، إذن من المتوقع أنها تكون هذه الملكات جيدة من حيث التغذية والعمر اليرقي، ولكن في أمور أخرى يجب أن نأخذها بالحسبان. طب إذا كانت كل هذه المواصفات في ملكات التطريد، إذن لماذا إخوان معلمينا وأساتذتنا يعني ما بنصحونا أن نربي ملكات التطريد؟ لأن المشكلة أن إخوان الكرام، أولا عملية التطريد ترسخ أو تعزز صفة التطريد في الخلايا، فكل ما كانت الخلايا منتجة يعني ملكة تطريد أنتجت ملكة تطريد، وملكة تطريد أنتجت ملكة تطريد، وهكذا السلسلة بتكون طويلة، هنا يتعزز سلوك التطريد وتصبح الملكات هذه ميالة جدا إلى التطريد. ونرجع ونذكر أن التطريد ليس لمصلحة النحال. الأمر الآخر أنه أي خلية هي عرضة للتطريد، يعني إذا كانت هذه ملكة سيئة أو ملكة جيدة، طبعا نقصد هنا السيئة في كمية البيض، سيئة أو ربما تكون سيئة من حيث السلوك الدفاعي عندها بيكون شديد جدا أو ما يسمى بالشراسة، بيكون عندها مثلا بنائها الشمعي ضعيف،
وكل وجمع هذا الرحيق ممكن يكون قليل، وممكن يكون جمع هذا حبوب اللقاح قليل، لكن تعمل تطريد، ما بمنع هذا الكلام من انها تعمل تطريد. اذا عملية الانتخاب والتحسين التي نبحث عنها دائما لزيادة انتاجنا من كل منتجات الخلية ما حققناها. احنا بدنا وفرة عسل، بدنا وفرة حبوب لقاح، بدنا نحل قادر على بناء الأساسات الشمعية أو بناء الشمع في الطبيعي إذا كنا مثلا من مربي الأجباح، وبدنا نحل هادئ على الأقل يستطيع النحال أن يتعامل معه بأريحية، مش يعني يكون النحال وكأنه نازل على معركة إما قاتل أو مقتول. لا، بدنا نحل يكون هادئ يريحنا في عملية الكشف، بحيث أن النحال يكون مستمتع في أثناء عمله وما يكون طول وقته مستنفر ويخشى اللسع، وبكون لابس وكأنه يعني خارج في رحلة إلى الفضاء. طيب إخواني الكرام، يعني إذا كان كل هذه الطرق لإنتاج الملكات كل واحدة منهن لها سلبيات، ولكن في يعني سلبيات أخف من سلبيات، لكن أنا كنحال بدي خلايا جماعة العسل، خلايا جماعة حبوب اللقاح، بناءة للشمع، هادئة، مقاومة للأمراض، في عندها سلوك صحي. طيب كيف؟ هل هذه الطرق التي ذكرناها هل تستطيع أن توفر لي مثل هذه الملكات؟ الجواب بيكون لا. إذن ما هو الحل؟ الحل هو في الجزء الرابع من طريقة إنتاج هذه الملكات، وهو ملكات التطعيم أو ملكات ما يسمى أحيانا بملكات الزراعة. وهذه الملكات النحال هو التي يتحكم بها من جميع جوانبها، يعني يتحكم بالوقت، يتحكم في المكان، يتحكم بالعدد، يتحكم في كل شيء. هذه الطريقة بتتم عن طريق المتابعة والتسجيل المستمر للخلايا. طب تكون الخلايا الموجودة عندي خلايا مرقمة، وفي يعني إما بدي أكون حافظها عن ظهر قلب، أو بدي أكون أنا أعمل لها سجلات وأشوف أسجل هذه الملكات. شو مثلا، هل هذه الخلايا تعرضت إلى مرض؟ إذا كانت تعرضت إلى مرض لا نقوم بتربية ملكات منها. إذا كانت إنتاجها من العسل ضعيف برضو نستثنيها. إذا كانت حضنتها ضعيفة أو عدد بيض الملكات ضعيف نستثنيها. أنا بدي أبحث عن خلايا أكون أنا كنحال راضي عن إنتاجها في كل المواصفات بما في ذلك السلوك الصحي والسلوك الدفاعي أو ما يسمى بالشراسة. فأنا برضو بدي خلايا نحل تكون نظيفة وتكون هادئة حتى أنا أستطيع أن أعمل بها بارتياح، وبالنهاية بدي أحصل مردود من هذه الخلايا يجزي عن التعب اللي أنا تعبته عليها والمخاسر اللي أنا خسرت عليها، وبدي برضو أحقق أرباح لأني أنا مربي نحل كمشروع تجاري بدي أعيش منه أنا وأسرتي، يعني ميسورين، ما بنقول ميسورين الحال على الأقل، أو يعني مش مديونين على الأقل. يعني في هذه الحالة طبعا أنا بقوم بتعيين، إذا مثلا كان في عندي لنفترض 100 خلية، بقوم بتعيين أفضل 5 خلايا عندي أعطين أفضل إنتاج، مامرضن، هادئات، بنين الشمع بطريقة سريعة، كل هذه الأمور الإيجابية في الخلية. بختار 5 خلايا من هذه 100 خلية، وبقوم بعملية تطعيم اللي هي نقل يرقات صغيرة السن أو حديثة الفقس، بحيث إنه عمرها لا يتجاوز 10 ساعات، وربما بعض النحالين المحترفين قد يستطيع نقل أقل من هذا العمر، ونقلها إلى كؤوس ملكية، ثم نقلها إلى خلايا ميتمة، بتكون بيكون النحال محضرها مسبقا
وبهذه الطريقة يعني بكون مثلا إذا بدي 20 ملكة بقدر يعني أنتج 20 ملكة، بدي 30 ملكة بنتج 30 ملكة. هذه الملكات كلها يعني بتكون تقريبا عمر موحد، يعني اليرقات فيها عمرها يعني لما بوقد اليرقات على عمر 10 ساعات عند عملية الفاكس تفكس هذه جميع الملكات مع بعضها، يعني بتريحني كثير. لكن يعني احنا لضيق الوقت هنا ما فينا نقدر ان نشرح عملية التطعيم، لانه يعني يمكن بحاجة الى اكثر من محاضرة حتى نشرح عملية التطعيم، وخصوصا الاخوان اللي ما اشتغلوا في عملية تطعيم. الاخوان اللي اشتغلوا في عملية تطعيم يستطيعون تفهم الامور اسرع. لذلك يعني احنا بدنا نحكي، بدنا نفترض انه المستمع هو إنسان ما اشتغل في عملية التطعيم وبدنا نشرح له عملية التطعيم، لذلك نرى أنه يتم تأجيلها لمحاضرة ثانية حتى نشرحها ونعطيها حقها في عملية الشرح. وفاتني يعني إخواني الكرام، فاتتني نقطة بسيطة ولكن على درجة عالية من الأهمية، وهي تربية الذكور. يعني زي ما احنا اهتمينا في تربية الملكات من خلايا منتخبة وخلايا احنا راضين عنها، خلايا انتاجها عالي، كذلك الامر بدنا ننتج الذكور في نفس من نفس الخلايا اللي احنا برضو اخذنا منها او الخلايا المنتخبة. لكن بتكون الذكور تربى في خلية، ونأخذ التطعيمات او نأخذ اليرقات من خلية أخرى حتى ما يصير عندنا تزاوج أقارب، وتزاوج الأقارب له سيئات كثيرة. تحياتي.